كانوا يتعمدوا الإساءة لينا، كانوا يتعمدوا الإساءة لأمي. نهار الاثنين تزوري واحد، يزمك نهار ثلاث تمشي للآخر، نهار الأربعة تمشي للآخر، نهار الخميس للآخر، نهار الجمعة للآخر. كانوا يتعمدوا نهار الزيارة ما يكونش نهار القفة، باش كي تمشي هذاك عندك قفة وزيارة، كل نهار عندك قفة وزيارة، كل نهار كان الديريكسيون بتاعك تمشي الحاجة. صورونا في العمر هذاك كنا نقسموا رواحنا مجموعات مع أمي باش نعاونوها. تصوروا أنتوما كل ليلة أم ما ترقدش هي والبنات متاعها وأولادها باش نعاونوها. تلمون نحنا نتعب وتسخف علينا، تقول برو أمشوا أرقدوا، هي تكمل طيبها حتىكش الأربعة متاع الصباح تبردها، ونحنا نخرجوا مع الأربعة ونص الخمسة غربع. إذا كان زيارة تقسم أمي زيارة هي وتهز معاها زوز من الناس، وإذا كان قفة يلزم قفة هذيك يهزوها زوز من الناس. كانت ترزينا ياسر القفة هذيك. كل يوم كنا نمشيو على المنوال التالي، كل يوم ونحنا هكاكا مجموعة تمشي للزيارة ومجموعة تمشي للقفة. من قدويكا نعاودو أمي تمشي للزيارة ويتبدل البرنامج، اللي مشاو للقفة يمشيو للزيارة، واللي مشاو للزيارة يمشيو للقفة. كنا كي نمشيو للقفة المدة الأولانية كانت القفة نهزو قفة ما تصوروش، يعني انت تعرف واحد مسجون وتقول ماهوش قاعد ياكل ماهوش قاعد يشرب، على الاقل انا نوفر له ثلاثه اربعه ماكلات باش نهزهم له، نوفر له غلوه نغله، نوفر له كل شيء. المعون تعرفوه كان في البلاستيك. كانت كي تتهز قفه نمشيو للزياره، قفه هذيك ما ترجعش. تعرفوا شو معناها قفه ما ترجعش؟ يعني باش ينضاف عليك مصروف، يعني باش تزيد انت تزيد تمشي تشري معون اخر، تشري قفاف اخرين. كنا ديما نقولوا علاش ناس تخرج لقفيف نتاعهم واخواتنا ما يخرجوش لقفيف نتاعهم، علاش ناس تخرج دبش واخواتنا ما يخرجوش الدبش نتاعهم. امي ديما تقول لهم علاش ما تخرجوش وليداتي دبشكم، بالاخص الفتره الاولانيه. يقولوا لها لا يا ميمتي، احنا رانا نلبسوا ناس الكل مع بعضنا. تبهت امي كيفاش تلبسوا ناس الكل مع بعضكم، وهما ثرنتهم كانوا الاولاد الفتره هذيك من كثره التعذيب، اللي ظوافر نتاعو منحيه واللي ظهره مسلوخ بالتعذيب، كان اللحم نتاعهم لاصق في المراول، تلمو كان ينفخوا المراول في الماء الولاد ويغسلوهم بالصابون باش ما يخرجوناش. قعدوا تقريبا ستة اشهر ما يخرجوش في الحوايج نتاعهم، وبعد ولاو يخرجوا الحوايج كي تجي تثبت تلقى في الذنية من داخل نتاع المراول ذويثر اللحم، فما دم يابس ماهوش منحي. بدينا نتفجعوا، بدينا نسالوا فيهم. كي تسالوا امي تمشي للقفة وتقول له ولدي علاش انت هكاكا، علاش فما دم، علاش فما ثر. نهار وكان يجاو الزياره الاخرى امي كي تمشي ما يخلوهاش تزور، يقولوا لها راه ولدك في السيلون. علاش في السيلون؟ على خاطر هو بيفي القلها يا امي راه ضربوني، والا يا امي راني تعذبت.